صباح الخير في شريط فيديو جديد اطل الشاب اللبناني في مدينه ووهان الصينيه ادهم السيد ليحض اللبنانيين على عدم الخروج من منازلهم والتقيد باجراءات العزل شارحا كيف سيطرت مدن صينيه عده على الوباء وعادت الحياه فيها الى طبيعتها بفضل التقيد بالاجراءات بدنا نلزم لابعد الحدود لان شخص واحد ما يلتزم بضيعة أو بمدينة أو بحي قادر يعمل مشكلة دليل على أنه الالتزام شيء مفيد هو اللي عم بيصير هون خذوا مثل أي مدينة تانية بالصين أو باليابان أو بكوريا الجنوبية اللي شفنا أنه عدد عداد الإصابات وقف لحتلاقوا أنه نتيجة الالتزام والعزل ما 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 اضطروا يقعدوا ببيوتهم اكثر من ثلاث اسابيع، يعني اتخن مدينه بالصين قعدوا ببيوتهم ثلاث اسابيع ورجعوا لحياتهم الطبيعيه هلا، اكيد مع حذر شديد بس انه رجعوا لحياتهم الطبيعيه، ما رح نضطر لنقعد كثير بالبيوت اذا التزمنا، ولكن اذا لم نلتزم هذه ايطاليا نموذج رح نقعد كثير بالبيوت بايطاليا. ادهم عرض ايضا جدول عداد الاصابات في مدينه ووهان بؤره الوباء العالمي. ويظهر كيف تؤثر الإجراءات في خفض عدد المصابين إذ انخفض من نحو خمسة ألفا في الثاني عشر من شباط إلى إصابة واحدة فقط في السادس عشر من آذار نحن بوهان اليوم في حالة إصابة واحدة واحدة بس بالرغم من هيك آه، هي هي المدينة يعني ما في حدا بيحرق 11 مليون بهالمدينة ما في حدا بيحرق بالرغم من انه في حاله اصابه واحده فقط بالاسبوع الماضي كله سوا كنا 13 حاله 8 حالات 5 حالات اربع حالات مدى 3 ايام واليوم حاله واحده يعني بكل الاسبوع مش مش قاطعين ال 25 حاله التجربه الناجحه التي عاشها ادهم بكل تفاصيلها يمكن تطبيقها في لبنان ان التزم الناس بيوتهم ولم يخرجوا بضعه ايام والا فان الازمه الصحيه ستطول وقد تخرج عن السيطره كما حصل في بعض البلدان نعيم برجاوي قناه الجديد